طبعا اليوم تكلمنا على أصعدة ربما متعددة، تكلمنا على الأمن من حيث الهوية، الأمن من حيث المرجعية الدينية، الأمن من حيث كذلك القيم والأخلاق، كذلك من حيث الأمن الفكري الذي تعاني منه خاصة المجتمعات الإسلامية بصفة عامة بما فيها الجزائر التي عرفت العديد من الموجات الدخيلة عليها من الناحية الفكرية، سواء كانت موجات غربية أو حتى موجات ربما شرقية وخليجية تهدد ما يسمى بالنسيج المجتمعي الجزائري. طبعا نتكلموا من حيث الجانب الديني، فعلا الجزائر تعرف العديد من الهجمات الخارجية التي تريد أن تهدد مرجعيتها الدينية، سواء من حيث العقيدة أو من حيث الناحية الفقهية، وكذلك حتى من ناحية التربية النفسية والتربية السلوكية. احنا نملك مرجعية دينية ربما ساعدتنا في كثير من الأحيان، سواء في الحرب أو في السلم. نحن ربما نعبد الله سبحانه وتعالى وندينه بهذه المرجعية المعروفة اللي هي العقيدة الأشعرية وفقه الإمام مالك، وكذلك طريقة الجنيد السالك. هذه المرجعية التي حمت هذا النسيج الوطني منذ قرون عديدة. اليوم نواجه العديد من الهجمات الشرسة إن صح التعبير التي تريد ضرب هذه المرجعية، والتي ربما إن ضربناها فإنها تهدد حتى الأمن القومي. لماذا؟ لأنه لما تأتي عقيدة دخيلة على المجتمع الجزائري وتشكك في تاريخها وتشكك في عقيدة آبائنا وفي عقيدة أجدادنا وتشكك حتى في بعض الأمور المتعلقة التي يقرها الدستور، مثلا كالنشيد الوطني، نجد الآن العديد من أبنائنا يقول كيف نحن ننشد في نشيدنا الوطني ونقسم بغير الله تعالى. وطبعا هذا الجهل، يعني إن صح التعبير، هو الجهل مركب. لماذا؟ لأنه لا يبنى على عقيدة فكرية صحيحة وعلى العقيدة التي تربينا عليها جميعا.